السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات، حلقة مميزة. قبل ما نبدأ حلقتنا هحكي قصة بسيطة لشاب كان أول ما بدأ عمل رواية. الرواية عملها مع دار جميل. الرواية من أول ما عملها كان على حسب كلامه ما فيش حد اشتراها من أصدقائه ولا قرايبه ولا حد قراها، بس هو الناس اللي لما نزلت السوق الطبعة الأولى خلصت بسبب كان مفيش حد من أصدقائه ولا قرايبه ولا أي حد قراها، بس هو نجح. ليه؟ عشان كان قريب من ربنا. معانا شباب ماشيين على نفس النهج، مش من رأي الناس، بياخدوا الانتقادات بإيجابية، أي انتقاد سلبي ما بيهمهمش، ماشيين في طريقهم ما بيهمهمش أي حاجة تضايقهم. وهنرحب بيهم النهارده ومع الشعراء الجمال. نبدا بالشاعر الجميل احمد عز. اخبارك يا احمد؟ عامل ايه؟ نور. والشاعر كرولوس محسن. عامل ايه؟ تمام. والشاعر حازم صبري. اخبارك ايه؟ نورين. اسعد بوجودكم. في البدايه احمد، كلمني انت ازاي، ليه اخترت الشعر؟ يعني ليه اخترت بالذات الشعر؟ كان ممكن تختار اي مجال تاني. اولا الشعر ليه حاجه مختلفه، ليه كيانه غير اي حاجه تانيه. الشعر مطلوب في كل مكان. اولا شاعر وممثل مسرح، ممثل مسرح بقى لي 5 سنين. ما شاء الله. اتعلمت في الشعر مش من دراسه او من اي حاجه، لقيته من نفسي كده ان انا عندي موهبه. بدات من 2011 بعد الثوره. بدات كتبت، ما كنتش بسجل حاجه. بدات من 2018 اكتب واسجل اللي بكتبه. لقيت نفسي كويس، بدات اتدرب اكتر لغايه ما وصلت انت عايزه. لحد الحمد لله. الحمد لله. كرولوس، كلمني ازاي بدات كتابه الشعر بالذات؟ يعني انت صغير 16 سنه ما شاء الله. وبدا الكتابه بالك قد ايه بتكتب؟ يعني كده في ثالثه اعدادي اكتشفت الموهبه في ثالثه اعدادي، ومن هنا بقى حبيت الشعر خالص. وحبيت ان انا انمي الموهبه اللي جوايا، وابتديت اسمع لناس كتير شعراء كتير والف كتير علشان اوصل لهدفي ان هو ابقى شاعر كبير. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يحقق لك. شكرا. حازم، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ازاي بدات تكتب شعر؟ يعني اخترت ليه مجال الشعر؟ وعمي صح، انت شاعر؟ ايوه عمي. من سنه كده. من سنه. ليه من سنة. بدات ازاي او ليه اللي خلاك تختار؟ البدايه بتاعتي كان في المدرسه عندنا، كان في تكريم معلم، كنت عامل قصيده للمعلم فطلعت بيها. فلقيت المعلمين كلهم مبسوطين مني، ابتدوا يشجعوني، فانا حبيت انمي المهاره بتاعتي. فمشيت على النظام دوت على طول، وابتديت اعرض على زمايلي وبقوا يشجعوني. والدي عندي في البيت ربنا يبارك له بيشجعنا على طول. فانا من هنا بدات المشوار. الاستاذ احمد سعيد استاذ اللغه العربيه، كنت اي شعر انا اعرضه عليه عشان في غلطه او كده يصلحولي. كان معايا يعني تمام الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليك. احمد، عايزين نسمع قصيده انت جاي تنكد علينا. وقصيده يعني ايه ميكس على حسب كلامك. فهنشوف بقى، هنشوف ان شاء الله خير. ان شاء الله. اتفضل معاك. ممكن تسحب الموبايل شويه وتتكلم. اتفضل. انا في الشارع مش برفق، انا عادي بكتب لك من قلبي في شارع بعضا من الكلمات مدبوعه بشوقي اليكي وغرامي، وبسألك عنك فبحكي عن حالي. محتوى الشات كان من بداية قريبة، كنا في فبراير أول كلام بينا يشهد عليك الماسنجر، كان ده أول شات. أنا كنت كاره وقتها كل البنات، كلامنا كان عادي زي كلام أصحاب ما خرجش عن إزيك طمنيني عليكي وسلام، وكلام يجر كلام، ونجري بالايام نوصل اوام مارس يوم 24. كنت ساعتها جميل واللمعه في عيوننا، اول كلام تليفون وتاني شات بينا. كان الكلام واتساب، كان الماسنجر وحش وخلاص ملوش معنى، بالتالي كان الحجه واتسابنا يجمعنا وتكملوا دقايق كانت بتوصل ساعات، وفضلنا نتكلم زي الصحاب واخوات. كان يومها باين تلات، فترة كلامنا كانت زادت حبتين،
كان كل يوم اكلمها زياده عن ساعتين، فوقفت مع قلبي قلت له استنى مش خايف تعلقها؟ قال لي انا المتعلق والله وبارادتي. جيتارين كالعاده متعودين دايما كل يوم في ساعات بنتكلم دايما ونحكي لبعض على اي حاجه وخلاص. فجاه انا اللي قطعت، رنت اوام هي مالك وطال الغياب والله يا حب التعب الفين سلام عليك. وساعتها قلبي قال الله يا عيني عليك. هي كمان حنت ونموف الايام بيزيد ما بيننا الكلام، تليفون بالكلام شغال وعروض الدقايق بين الصحاب تشفع والحب متداري ويقول لنا ندفع. جيتارين كالعادة كنا بنتكلم، حصل ما بيننا خلاف مش مني ولا منها أبدا لا سمح الله، ده كان طرف ثالث أدى إلى زعلنا، كان في زعل جامد وخلاص هتقطع كلام. حسيت ساعتها إن الحياة سودة، ففضلت قاعد فترة في الأوضة قطعت شراييني إيدي اليمين تشهد وحشاني وأعمل إيه. وانقطعت الأخبار، تليفوني كان مقفول، فات من الزمن أسبوع رحت لها جوه الشات وقابلتها، طمني عنك وحشاني. طب غبت ليه؟ أنا لسه أهو معاكي. وحكيت لها عن كل شيء قد تم واللي حصل ليا، شتنا يا ابو الاشعار ما كفايه صحوبيه، عايزك اوام حالا رني كده عليا. بصي انا بحبك من يوم ما انا عرفتك وانا نفسي يوم متزف، واقول لكل الدنيا اني امير ليكي يا ملكه بحرف الاف. يا شهر مايو الجميل في الجيت وقلت لها عايزك تكوني ليا، فاكر انا يومها كلامنا كان اغنيه، فاكر كمان تفاصيلي والحركات، كلمة بحبك عالشفايف، تنطيتي من الفرح وانا واقف، شكل الساعة وعقاربها كانت على كام، لف حوالين نفسي رايح جاي في ذاك المكان. الوقت جري بينا، روحت بيتنا اتنين بعد نص الليل، وعشان كان يوم جميل كان اجمل منه الختام. اجمل كلمة بحبك اسمعها قبل ما انام، تمر ايام تمر ايام ويجي كلام ما بنحبوش، وتيجي فعل اقول ليها ما تعملهوش، اوام تزهق تقول لي خلاص ومش عايزه، ورغباتها بتبقى مجابه وهي دايما اللي تفوز، تقول لي لا على اللي بعوز، وحلنا اوام بيتبدل، شريط الحزن بيكمل وبرصد حزن من جوايا على الحب اللي كان بادي، واقول ازاي ده حب بينا كان والع وليه فجأة صبح عادي. انا وهي خلاص خلصت، ما عادش يجوز ما بينا كلام، خلاص الحب بقى اوهام، فبالتالي ما بنكمل، تبعد عني واستحمل، بنقعد فترة وما نقدرش، بتبعد عني وبقرب تحن وتيجي برضه بضم. وكنت انا ليها حضن الاب وكانت زي حضن الام، وحضن بحزن جوانا يسيب اثره ويبقى معانا ويكمل يخلي كل شيء مظبوط، مفيش كام يوم ونرجع تاني للعاده اللي كانت لينا، زهقنا خلاص وملينا، ما عادش شيء بيحيينا ويدينا الامل في الحب. نيجي في سبعه يا شهر الحزن، يا شهر الحزن والخنقة، ونتقابل لآخر مرة وتخلينا نتأكد بإن البعد هو الحل، لكن ما أقدرش أبعد عنها ومش قادر لحل بديل، فأسكت أقول هتتعدل ولأجل الحب أنا هكمل، فتبعد هي وتسيبني وتهجر فيا ما تخليش. دي كانت هي دي نفسي، نفسي أكسجيني منه بعيش، ويشهد حضننا في رمسيس، ويشهد جامع الازهر وقعدتنا سوا الاثنين ومشيتنا جوار سور الحسين، ويشهد عننا الشارع وقهوه ساده جوا كافيه، وسبتيني هقول لك ايه خلاص روحي
سيبيني في وجعي وجروحي وابقى تمام او ما بقاش وانسى اوام او ما انساش تشهد عننا صورنا واحلامنا وامل فينا هنتجوز نجيب توأم هسمي بنتنا فريدة وهنأسس كمان مشاريع حلفنا كتير حلمنا كتير لكن ضعنا خرفنا كنت فاكره ربيع نهاية أكيد ما إيش حلوة بعدت يا أم سبتي رضيع بداية في شات نهاية في شات وبين الشات نحس شتات وننهي علاقة ببلوكات وكل مسار ما بيننا يضيع وننهي علاقة ببلوكات وكل مسار ما بيننا يضيع دي قصة حب وآخرها بلوك كل دي قصة حب آخرها بلوك هو كده الحلوة ما بيدومش الله الحمد لله آخرها بلوك والله فعلا أنت عندك حق كرولوس ناوي يعني هتنكد هتفرحنا هتسعدنا ايه؟ لا هنكد اتفضل يا كرولوس اتفضل اديني المايك انا جالي اكتئاب يا جماعه والله انا حزين من جوايا حزين جايب القصيدة اتفضل اسمها ايه القصيدة؟ الحزن لا يجي علينا ومناسبنا بسم الله ما شاء الله على الاسم يعني حزن ايه؟ اتفضل لا حزن اتفضل والفرحة اللي كانت بتبان علينا فجأة اختفت ابتسامتنا وقت ما كانت لمتنا تملي مش بتبان وصبرنا وقت ضعفنا اتنسى والفرحة اللي كانت بتبان علينا فجأة اختفت ابتسامتنا وقت ما كانت لمتنا تملي مش بتبان وفرحتنا اللي بتحلي دنيتنا اتنست وصبرنا وقت ضعفنا كان حكاياتنا وحوادتنا تملي بتنهار وطول الوقت جوه قلوبنا لهيب نار وظلام الليل وظلام الليل أكنه ليل ونهار وحياتنا بدون مبالغة عجيبة تفاصيل حياتنا من الأساس غريبة راحت خلاص فرحتنا وتفرقت لمتنا مش فاضل في حياتنا غير حزن ودموع تعب وهموم وحزن مكتوم ومشهد حياتنا بيتكرر كل يوم والفرحة الفرحة دي كانت في الماضي والحزن أصبح عادي وبتصعب علينا روحنا من همومنا ومن جروحنا الحزن بيملأ قلوبنا وبتهرب مننا أفرحنا ودمعنا مالية عينينا والحزن دمر كل ما فينا وحياتنا دي تحير شريط السعادة في حياتنا قصير وبتمر أيامنا وليالينا بنبكي على حياتنا وعلى الحزن اللي مالينا بنندم على اللي فاتنا وتملي بتختفي أمانينا ووجع القلوب بيسكن فينا والعمر بيجري بينا وحياتنا للأسوأ بتتغير ومش عارفين مصيرنا والدنيا دي تحير وياريتنا ما كبرنا الدنيا بس بتتعبنا وعايشين على ذكريات حلوة عشناها على كلمة حلوة بتدينا أمل في الحياة وإننا عايشين ومفيش حاجة بتغير ملامحنا وعايش طول الوقت حزين عايشين بنفتكر ذكريات كنا فيها مبسوطين وكل شيء حلو بيمشي أكنه مش حبيبنا والحزن لايق علينا ومناسبنا والحزن لايق علينا ومناسبنا لا أبدعت يا كرولوس وضاحي حازم خايف اقول لك حازم ناوي تقول لنا قصيدتي ان شاء الله بسيطه حلو
نغير، قلنا حزن على علاقة آخرها بلوك وصلت أب. اتفضل يا حازم. يا طير يا مسافر خدني معاك، من حبي فيك بقيت بهواك، قلتي كلامي وانا وياك، قلتي خلاص مش هنساك، طول ما انت جنبي ووياي هتفضل في القلب ملاك. في ناس قالوا ده كذاب، وناس قالوا حب وساب، واللي قال عني كلمة يبقى من القلب داب. قلت انا مش زعلان، اللي ربنا كاتبهولي احسن من اللي كان، واللي جه في يوم عليا بكرة الزمان يجي عليه، ده اللي فتح حفرة ليا بكرة هيتفتح ألف ليه. بابا قال لي يا ابني خليك محترم مع الناس، بكرة الناس تحبك وتشيلك على الراس، واللي هيأذيك ابعد عنه ده عدو ليك. صلي يا ابني وادع ان ربنا يحميك ويبعد عنك كل عدو يشمت فيك، خليك يا ابني أصيل مع الدنيا بحكاويك، لكن لو حد جل بيك قول له الله يسامحك يمكن شمتان فيك. يا ابني ابعد عن الصديق اللي وقت الفرح هتلاقيه، اما وقت الشده مش هتلاقي حد تتسند عليه. يا ابني انت راجل اوعى الزمان يغيرك مهما كان، يبعدك عن بلدك وناسك اللي هم دايما رافعين راسك تتشرف بيهم في اي مكان. تقول بلدي دي من قديم الزمان بني سلامه بلد الامن والامان. حقيقي والدي موصلها لي، فانا حبيت اعبر عنها بنفسي بطريقتي. لا جميله والله، جميله والله يا حازم. نرجع تاني لاحمد. احمد نكت علينا ماشي، مش هنتكلم في النكد، احنا هنفرفش شويه بقى ان شاء الله. نكدنا نفرفش. احمد، مين اللي كان، انت اكيد واجهت انتقادات، ما فيش حد ما بيواجهش انتقادات كتير طبعا كتير. ازاي بتواجه الانتقادات دي؟ انا في الاول كنت بتضايق، جيت في فترة وقفت قلت لا خلاص مش هكمل، مش هكمل كتابة. جيت قبل كده كنت بعلن عن حفلة ليا، لقيت ان هو ما فيش، ان الثقافة بتاعت الناس مش موجودة. يعني مثلا انا بعلن عن حفلة شعر بيقول لي انا بحسبها مهرجانات، فهو واحد اللي هو ايه فمفضل المهرجانات على الشعر. فهمتك. فثقافة الناس هي محتاجة تتغير شوية. صح. فلما الانتقادات دي كانت في الأرض بتضايقني جامد، لكن حاليا عادي ولا تفهم يعني. عادي طبعا، بتاخدها بطريقه ايجابيه انها تخليك تقدم لقدام. اكيد ان شاء الله، ما كل ما اخد نقد بيعلمني. صح. اكيد طبعا بيعلمني. اكيد طبعا لازم نتعلم من الحياه الا دروس. اكيد. كرولوس، اكيد واجهت انتقادات. اكيد. ايه بقى الانتقادات وازاي واجهتها؟ اكيد انا اول ما بدات اكتب شعر واجهت انتقادات كثيره، بس هو ما فيش شخص ناجح ما بيواجهش انتقادات. اكيد طبعا. فدي في حد ذاتها هي دافع وحافز ان انا اكمل في الطريق. صح. واللي انت ماشي صح. تمام. ادام واجهت انتقادات يبقى انا ماشي في طريقي صح، انا عارف ان انا ناجح فبينتقدوني. فالانتقادات انا اخدتها بقى بسرعه عكسيه، هي شيء سلبي لكن انا اخدتها بشيء ايجابي، ان انا لا لازم اكمل، لازم كل اللي بينتقدني لازم في يوم اخليه يندم ان هو انتقد مش. صح. انا يعني فيعني الانتقادات ديت خدتها بشكل ان انا لازم اشتغل على نفسي، تقويك ما تخليكش تحبط، وتخليني اشتغل على نفسي خالص، وان انا انمي الموهبه عشان اظهر لكل اللي بينتقدوني ان انا احسن منهم باذن الله. ناوي تسمعنا قصيده يا كرولوس؟ نكدنا، فهنتكلم عن رومانسيه بقى. رومانسيه حزينه ولا لا حب بقى؟ حب. في ارتباط يا جماعه، وفي خطوبه الفتره الجايه ان شاء الله. لا. اعزائي المشاهدين، خطوبة كرولوس الفترة الجاية، استعدوا. مش خطوبة ولا حاجة. اتفضل. تمام. كلمات سلسة وبسيطة وقصيدة عن الحب. وبحبك يوم عيون بيخلوني أسرح وألف الكون، وبحبك ياللي جمال عينيكي بيخليني في كل ثانية أسرح وأفكر فيكي، وجمالك جمالك ده مش جمال بنات، ده جمال معاليكي، جمال أميرات،
ده انت اللي يشوفك يحكي عنك ويقول انا شفت ست البنات ياللي جمالك شيء مش عادي، درقه صوتك وابتسامتك ويا سكوتك ونظراتك ويا عيونك وجمالك ويا حنانك بيخلوني اموت فيكي وانسى كل العالم بنظره واحده من عينيكي، وبشوفك وحدك وبشوفك وحدك رغم كل اللي حواليكي. ده لو هيقارنوكي بالبنات، لو هيقارنوكي بالبنات فانتي اجمل واحده فيهم، ولو هيشبهوكي بالملكات فانتي جمالك غطى عليهم. انت بكل بساطه ست البنات وجمالك باين في عينيهم، يم عيون ساحره وضحكه بتجنن ياللي جمالك شيء مش عادي. وانا في كلمه مكتومه جوايا مكتوبه في عيني وبقولها لك بعلو الصوت، بحبك ياللي جمالك سحرني وخلاني عاشق ليكي، ودقات قلبي بتتغير لما بتبص في عينيكي، ولما بشوفك بصرح وبطير زي الحمام. يا سلام على حنان صوتك وثقتك وهدوئك وشياكتك وسكوتك، انت أميرة بشعرك وعيونك وحلاوتك وجنونك، بحبك يا أميرة البنات، بحبك يلي جمالك أجمل من جمال الأميرات. أبدعت يا كرول زولا، أبدعت. في حد معين؟ لا لا مفيش. ولا هي قصيدة كده؟ لا هي قصيدة للجميع. اه للجميع. حلو. لا حلو، شكرا خالص حبيبي. نتنقل بقى لحازم. حازم، انتقاداتك وانتقاد الناس ليك بتواجهه ازاي وانت بادئ يعني بقالك سنة؟ في الأول ايوه في الأول زميلي كان في اللي هو بيشجعني وفي اللي بينتقدني، فأنا عادي خالص واخد الموضوع ببساطة. أنا بدل ماشي في حلم لازم توصل إن شاء الله. لازم نوصل إن شاء الله. فالدوت اللي بيتكلم عني أو كده فعادي بالنسبة لي، أما اللي بيشجعني عادي برضو دوت. تاخد يعني الانتقاد الإيجابي بتطور من نفسك فيه. أيوة تمام. فأنا الحمد لله يعني ناس قالوا لي يا عم إيه دي شعري وبتاعي كملت فيه وأثبتت نفسي ليه حد ما وجيت هنا النهاردة بإذن الله، وإن شاء الله تكون أعلى وأعلى بإذن الله كلكم إن شاء الله. إن شاء الله. كرولوس حازم، هتسمعنا قصيدتي بقى؟ قصيدة للشعر هشام الجخ. اتفضل. اي حزين ولا ايه؟ ايوه بغير. ايوه بغير. ايوه بغير. اتفضل. رومانسي رومانسي وحزين. اتفضل. وبقولها لي ايوه بغير، لا انا نقصان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زايغ من عين الضي ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالولك غيرة الراجل قلة ثقة وقلة فهم خلق حميم، غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعيدة منستحملش، شمسنا حامية وعرقنا حامي وطبعنا حامي، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها، اللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها، أصلنا ناس على قد الطيبة كلنا هيبة، والنسوان في بلدنا جواهر، طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا تكفي الأوضة عليها مية ترباس، يمكن حتى تأجر ليها جزين حراس، يبقى أنا لأنا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك إن صعيدي ينعل أبو اليوم الأكحل اللي لا ليه آخر ولا أول، اللي طلحت لقيتني صعيدي لو كان بإيدي كنت اعمل لك هند بريش واقلب شعري كانيش كرابيش والبس لك سلسله مدلدله خرز وقلب، بس ازاي البس لك سلسله هو انا كلب؟ ما هي العبره ما هيش في اللبس، اصل المشكله ما هيش في اللبس، عندك عنادك قلت هسيبها وبكره تحس بعد تحس بعد تحس، انا لو جبس كنت زعقت ماشي صداقه وماشي زماله، بس ما جيتش على الرجال وهي نسوان الدنيا كتير، انا ما قلتش تتحجبي وتلقى ما قلتش تتحجبي عن الرجاله ولا تحتكفي وتسكني دير،
بس يا ريت حب التقدير اني بحبك واني بريدك واني زرحت حياتي في ايدك واني غزلت بنات الدنيا عبودة على جيدك واني تعبت من التفكير واني بغير. ابدعت يا حازم والله ابدعت طبعا. الشعر الكبير هشام الجخي طبعا كما وقامه. وجه كلمه شكر للناس اللي دعموك ووقفوا جنبك. انا بشكر كل زمايلي وبشكر والدي دايما واقف جنبي وبشكر الاستاذ احمد سعيد دايما مدرس اللغه العربيه كان بيتكلم معايا على طول وكده وبشكر الجميع وزمايلي كلك بالاخص كلك واقفين جنبي. شكرا. وجه كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك ساعدوك تطور من نفسك. تمام. أنا بشكر كل اللي وقفوا جنبي طبعا. ده حاجة أنا مستحيل أنساها إن في أكتر وقت كنت مستني الناس تقف جنبي وقفوا جنبي وساعدوني ودعموني لحد ما وصلت هنا. فشكرا ليكم وده حاجة مش هتتناسي. أصحابي وجرايبي وأهلي شكرا ليكم وأنا مش عارف شكرك وأشكرك إزاي. شكرا حازم وشكرا كرونوس. احمد وجه انتقاد كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك ساعدوك تطور من نفسك. انا بشكر كل حد واقف جنبي كل حد سمعني كل حد قال لي رايه سواء نقد بناء او نقد سلبي لان انا النهارده بقيت هنا. زي ما انا برضو مش هنسى اي حد كسر في مقاديفي. هي دي كلمه جميل. وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون لكم مستقبل كبير وان شاء الله تنحققوا اللي حلمكم. هنختم فقرتنا بقصيده سريعه للشاعر احمد عز. اتفضل يا احمد. هي نص صغير بعنوان بقول لك. اتفضل قولها. طب اقول لك يا اللي انت لا قبلك ولا بعدك انا اصلي بحبك. فكري في خيالك وانا سامعك. اوعاكي في يوم المح دمعك. انا بس في نفسي اقيد شمعك بلهيبي وحبي ودباديبي. انا بتمنى تكوني نصيبي. انا عاشق جدا يا سموك. انا هفضل لنهايه الدنيا في جميع كلمات اذكر حبك وهيامي بذكرك وغرامي. لو كان حبي ليك ده سرقه يكتبوا في المهنه اني حرامي. انا دايما شايفك قدامي في خيالي وحلمي وفي منامي. ويوماتي على الله يا حياتي بزرع لك ورده بلون خدك. ياللي انت جميله مفيش زيك. ياللي انت لا قبلك ولا بعدك انا اصلي بحبك. دي كانت نهايه فقرتنا. بشكرك احمد بشكرك يا كرولوس بشكرك يا حازم. انتوا كنتوا منورني. انين فقرتنا فقره جميله انا استمتعت بيها. وهناخد فاصل سريع ونرجع لكم ما تروحوش في حته.